ومعانا اول سؤال النهارده استاذه نجلاء. استاذه نجلاء من القاهره، تتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ هسالك سؤال، بس بالله عليك اسمعني. معلش ممكن نعلي صوتنا يا استاذه نجلاء؟ بقول لحضرتك يا شيخ هسالك في سؤال، بس حضرتك اسمعني بالله عليك. اتفضلي، واكيد هسمع حضرتك، اتفضلي. تمام. انا زوجة تانية ومعاها اولاد. تمام. الولاد، ولاد زوجتي الأولانية دي قريبين مني جدا، شباب، هم كبار، فيهم حد متجوز كمان. طيب. فالولاد قريبين مني وبيجوا بيروحوا عندي وبيودوا بناتي وكل حاجة. أنا معايا بنتين، أكبر بنت عندها 10 سنين. معاكي بنتين من زوجك ده ولا من زوج من ولا من جواز من قبل كده؟ تمام. فالمهم إيه، طبعا لما جه الولاد عندي وودين إخواتهم، هي الزوجة الأولانية مش عايزة كده. طيب. مش عايزه ان الولاد يبقوا قريبين على اخواتهم ولا يجوا ولا يروحوا. تمام. فالمهم عملت مشكله مع حد من ولادها الكبير، متجوز ومخلف هو كمان، عملت معاه مشكله وقطعته بقالها اكتر من سنه. والله يا شيخ اقسمت برب العزه، والله ان انا كنت بقعد اتحايل على الولد عشان خاطر يروح لمامته، عشان يودها، عشان ما ينفعش، عشان ده حرام مهما تعمل هي امك. تمام. فالمهم جه زوجي، لما الزن كتر عليه، جه زوجي راح مسك البنات الصغيره ولادي وقال لهم لو اخوكم ده جه هنا على الباب قولوا له امشي، ما تجيش عندنا الا لما تروح لاخواتي التانيين. الو، انا سامع كويس، بس انا عايز السؤال. تمام. بقى عايز السؤال بقى. السؤال جاي حضرتك، لما قال لي للبنات كده انا عملت معاه مشكله، قلت لهم ده ازاي بتؤمر بصله رحم وبتقولي للبنات كده، ودول اطفال ما يعرفوش الكلام دوت، ما ينفعش ان ازرع جواهم حاجه زي كده. فالمهم قال لي اللي انا اقوله لك تنفذي. تمام. واجبرني ان انا اتصل على الولد واقول له ما تجيش عندي ولا تشوف بناتي. تمام. طبعا انا عملت كل اللي هو عايزه، بس انا بيني وبين ربنا انا شايفه ان ده حرام. البنات ببعتهم لاخوهم هو في شغله، ببعتهم لاخوهم في البيت عنده يشوفوهم، كل قد ايه؟ يشوفوا بعض، يقعدوا مع بعض. كل قد ايه؟ تمام. اللي هو الولد هنا جنبنا في نفس المنطقه، الولد اجازته في الاسبوع يومين. كل قد ايه يا ماما؟ كل قد ايه؟ اجازته في الاسبوع مره يا شيخ، كل اسبوع ببعتهم مره. طيب. طبعا ما ببعتش لما الولد يتصل ويقول لي يا ام رفايده معلش ابعتي لي رفايده ولا رساله عشان اشوف. طب فين بس؟ طب السؤال فين بقى؟ السؤال في ان انا بعمل الحاجه ديت وخايفه لحسن تكون حرام، وانا من ناحيه ثانيه خايفه لو هو يعرف ويبهدلني، هو لو عرف بحاجه زي كده هيبهدلني. لو هو قال لي اللي انا اقوله لك تنفذي، حرام حلال تنفذي، طب ازاي انا هعمل حرام؟ ازاي هقطع صله رحم يا ستي؟ خلاص، يعني هو ده سؤال حضرتك، ده سؤال حضرتك يا استاذه نجلاء. بالظبط. طيب. ان انا ده اللي بعمله حرام ولا حلال يا شيخ؟ ان انا ابعت الاولاد من وراه، وان انا خلاص خلاص هجاوب حضرتك، هجاوب حضرتك استاذه نجلاء. طبعا الكلام اللي انت بتقوليه دوت، مساله ان الاولاد ما يبقوش بعاد عن بعض، وان هو في الحقيقه معنى نبيل جدا ان الاولاد يفضلوا مع بعض، بس هو في الحقيقه زوج حضرتك واضح ان هو يسبب لك الكلام اللي انت بتعمليه ده، تسبب لك في ضرر. انت ليس عليك اسم خالص، انت بتقولي انا ببعت الاولاد عشان ما يبقاش عليا اسم، انت ما عليكيش اسم اصلا. انت قاعده في بيتك وانت ما منعتيش الاولاد، عشان بس نضع كل حاجه في نصابها، انت سالتيني سؤال واضح، هل انت عليك اسم ان الاولاد ما يروحوش لاخوهم؟ لا. طيب هل انت كده منع صلة الرحم لان انت بتركبي الحاجات غلط؟ عشان بس ايه، انت عايزة تعملي حاجة وانت اصلا الاولاد دول اللي هو اولادك دول ده عبارة عن صراع بينك وبين جوزك، يعني مسألة مش مسألة صلة الرحم. هدي بالك، انا عارف ان انت هتقلقي من اللي انا بقول لك ده، مش مسألة صلة الرحم. انت اللي بتعمليه ده اعتراض على استجابة زوجك لكلام الزوجة الأخرى، وإن هي أنت عايزة تفهميه إن الست دي بتخلي قلبه قاسي وبتوقعه في معصية الله، عشان تعرفيه الفرق اللي بينك وبينه. على فكرة، وده مش بالضرورة يكون حاجة حرام، بس إنك أنت تيجي تقوليلي إن أنا ما بوديش الأولاد لأخوهم، هل ده حرام عليا؟ لا، مش حرام عليكي. وإذا كان حد هيتحمل الاسم ده فأبوهم. السؤال بقى، هل واجب على الأولاد إن هم يزوروا أخوهم فيكون أبوهم بمنعهم عن زيارتهم لأخوهم مرتكب لاسم؟ لو هو ما ودهمش طول العمر
او ما ودهمش كل شهر، ممكن يكون ده الامر ده كده. لكن انت ما عليكيش اسم. اعيد الكلام تاني، انت ما منعتيش حد من ان هو يوصل رحمه. الامر التاني، انت نصحت لحضرتك، انت متدخله في حاجه انت قد لا تكوني على معرفه بابعادها. انت كده بتعملي ايه؟ بتعملي حاجه خطر. خليني اقول لك بس، في عالم ارشاد الزواج بتعملي حاجه خطر. انت بتدعمي علاقتك بابن جوزك ظنا منك ان انت كده بتدعمي علاقتك بزوجك. لا، في الوقت ده خطر. اللي انت بتعمليه ده في الوقت ده خطر. ليه؟ لان ممكن العلاقه بتاعت ابن جوزك وزوجك في الوقت ده تبقى علاقه مفسده للعلاقه بينك وبين جوزك. فلذلك انا نصيحتي ليكي بلاش، بلاش تعملي ده. طب ايه اللي حاصل؟ انصحي ابن جوزك ان هو يعمل ايه؟ يخفض جناحه شويه لابوه ويلين لابوه وامه. حتى لو بتنصحيه استمر في النصيحه دي، وقد يكون عدم رؤيته لاخواته سبب من اسباب ان قلبه ان هو يصلح ذات البين بينه وبين ابوه. يبقى انا قلت لك حاجتين، انت ما عليكيش اسم. الامر الثاني تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ تضغطي على ابن جوزك ان هو يصالح ابوه وامه. هو دوت الصح. واضح؟ وهو دوت اللي ممكن يخليكي تحصلي الثواب وتحصلي ان شاء الله فضل ربنا ان شاء الله.